استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اللواء الركن حسن بن حمزة الشهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد قوات درع الجزيرة المشتركة مشيدا معاليه بالجهود الطيبة التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.